قطاع السكن وضع تصريح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار حول احتكار بعض مكاتب الدراسات لمشاريع إنجاز سكنات العمومية أكثر من علامة استفهام بشأن واقع منح الصفقات لمكاتب الدراسات. تفاصيل موضوع مطهر بن زين. J'ai horreur du monopole. Et je le dis, quand j'ai trouvé dans le fichier un bureau d'études عنده 36000 logements. 36000 logements. Est-ce qu'un bureau d'études qui a les moyens pour faire 36000 logements? طريقة منح المشاريع السكنية تحت الأضواء هو ما تأكد بعد تصريح وزير السكن عبد الوحيد طمار بخصوص تحصل إحدى مكاتب الدراسات على صفقة إنجاز 36000 وحدة سكنية. حقيقة صادمة شدد بشأنها المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن تبني المناقصات عوض المسابقات المعمارية هو ما سمح لبعض المكاتب باحتكار المشاريع. الأصل أن نكونوا صدير للزوفر يتخيروا على أساس المسابقة المعمارية لكونكور دارشيتكتور. مالوروزمون برك في هذا صدر في هذه الآونة الأخيرة ما كانش لكونكور دارشيتكتور بزاف. سي دي زابيل دوفر اني قلت لك افيك دي كاين شارج بين قوسين وين معظم المهندسين المعماريين ما يقدرش يشاركوا وتحصيل حاصل لو ريزلتا سيكو تلقى ديما نفس لي بيرو ديتود بين قوسين اللي هما يستحوذوا على المشاريع. آن الأوان للامتثال إلى القوانين في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بمنح المشاريع السكنية هو ما يشدد عليه الخبراء. Premièrement, d'impliquer les instances de l'ordre dans l'élaboration des cahiers de charges en tous les maîtres d'ouvrage, tous les secteurs. Il est temps d'impliquer l'ordre des architectes dans la composition du jury qui يحكم على المشروع شكون يديها هذا ولا ما يديش هذه. استحداث بطاقية وطنية لمكاتب الدراسات تعد خطوة جدية من وزارة طمار لقطع الطريق أمام محتكري المشاريع السكنية وتوجيهها لمستحقيها بكل شفافية.